السلام عليكم. هنبدأ إن شاء الله مع أول سيستم معانا وهو الفاير ألارم. السيستم ده يعتبر أهم سيستم في اللايت كارنت لأنه بيحمي حياة الإنسان وكمان بيحمي مكونات المكان نفسه سواء أجهزة أو فرش أو المباني نفسها، لأن الحاجات دي كلها بفلوس المالك دفعها فلازم أحميها. الديفينيشن، من خلال الديفينيشن بتاع الفاير ألارم سيستم هنقدر نعرف السيستم ده بيتكون من إيه وبيشتغل إزاي كمان. تعالوا نشوف مع بعض. الفاير ألارم بيتكون من مجموعة من الأجهزة بتعمل مع بعض عشان تعمل ديتكت للفاير وكمان تحذر الناس من خلال فيجوال اند اوديو ابليانسز لما يحصل سموك او فاير او كربون مونوكسايد او اي emergencies. الاجهزه ديت ممكن تشتغل اوتوماتيك زي السموك ديتكتور او الهيت ديتكتور وممكن تشتغل مانيوال زي المانيوال كول بوينت او البول ستيشن. يبقى انا عندي مجموعه من الاجهزه بتعمل ديتكت زي السموك ديتكتور والهيت ديتكتور وعندي مجموعه اجهزه بتعمل وورد للبيبل وفي منها نوعين فيجوال اند اوديو، وكمان عرفنا ان انا الاجهزه ديت بتشتغل اوتوماتيك او بتشتغل مانيوال. اذا انا بستخدم السيستم دوت عشان اعمل ديتكت للفاير في الايرلي ستيج بتاعتها عشان زي ما قلنا عاوز احمي الاشخاص وعاوز احمي المكان نفسه. عشان اعمل ديتكت لشيء لازم اعرف الشيء دوت بيطلع ايه. يبقى عشان اعمل ديتكت للفاير لازم اعرف الفاير بيطلع ايه. الفاير ممكن يطلع سموك، ممكن يطلع هيت، ممكن يطلع فليم اللي هو اللهب دوت. يبقى انا عشان اعمل ديتكت للفاير محتاج اجهزه تعمل ديتكت للسموك، اجهزه تعمل ديتكت للهيت، اجهزه تعمل ديتكت للفليم. تعالوا بقى نشوف الكومبوننت بتاعه السيستم دوت. وزي ما قلنا ان اي سيستم بيتكون من انبوت واوتبوت وكنترول. الانبوت هنا عندي زي ايه؟ زي الديتكتور، زي المانيوال ستيشن، زي حاجه اسمها مونيتور موديول. الاوتبوت زي السارينا، زي الفلاشر، زي السبيكر، زي الكنترول مديول، وهنعرف انواع كل حاجه منهم هي ايه وبتشتغل ازاي. الكنترول بقى اللي بيربط ما بين الانبوت والاوتبوت عباره عن الفاير الارم كنترول بانل، وعشان اربط اللوحه ديت مع الاجهزه دي بحتاج كابلات. هنمسك حاجه حاجه ونتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. اول حاجه هنتكلم عن الانبوت. الانبوت فيه منها كذا نوع زي ما قلنا. اول نوع فيهم هو الاوتوماتيك ديتكتور زي ايه؟ زي السموك ديتكتور. والسموك ديتكتور فيه منه كذا نوع. اول نوع فيهم سموك ديتكتور بيشتغل بالايونيزيشن. فكره عمل الديتكتور دوت ايه؟ انا عندي 2 الكترود مفيش تيار بيمر ما بينهم في الحاله العاديه. لو حصل ان في سموك في المكان هيخش ما بين التو الكترود دول، بالتالي هيقفل الدايره ديت وهيمر تيار. وعندي هنا سنسور، السنسور دوت لما بيمر تيار بيديني الارم، بالتالي بعرف ان عندي سموك. النوع ده بستخدمه في الاماكن اللي ممكن يحصل فيها حريق للورق او للكرتون. النوع التاني من السموك ديتكتور هو الفوتو الكتريك. فكره عمل النوع دوت ايه؟ عندي لايت سورس زي ليد وعندي فوتو سيل زي فوتو ترانزستور. في البدايه اول ما اخترعوا النوع دوت كان عندي اللايت سورس هنا والفوتو سيل هنا قدامه. الليد بيبعت لايت فالفوتو سيل يشوفه يبقى الدنيا كلير وتمام مفيش اي مشكله. اول ما يخش سموك بيقطع اللايت دوت، بالتالي الفوتو سيل مش شايف اللايت اللي جاي دوت، يبقى في مشكله فيبدا يدي الارم. بس لقوا ان النوع دوت مش اكيوريت قوي فعملوا دراسات لو ان افضل مكان احط فيه الفوتو سيل هو في الجنب هنا. في الحاله النورمال الليد بيبعت ضوء والفوتو سيل مش شايف حاجه. اول ما يدخل سموك السموك هيعمل انعكاس فالضوء هينزل كده وينعكس ويروح على الفوتو ترانزستور، فالفوتو ترانزستور يشوف الضوء دوت يبدا يدي الارم. يبقى هنا اكيد في سموك، يبقى اكيد في فاير، فهنا النوع دوت بقى اكيوريت اكتر. تاني نوع من انواع الاوتوماتيك ديتكتور هو الهيت ديتكتور. والهيت ديتكتور في منه كذا نوع برضه. النوع الاول فيكسد هيت. في النوع دوت بيعتمد ان في ماده بتتغير مقاومتها مع درجه الحراره. اول ما درجه الحراره توصل لدرجه معينه الاشهر 58 يبدا يدي الارم. ما يهموش بقى انت وصلت للدرجه ديت في وقت قد ايه، المهم ان انت وصلت للدرجه ديت. تاني نوع من انواع الهيت هو ريت اوف رايز. النوع دوت بيعتمد على نسبة زيادة درجة الحرارة بمعدل الوقت، يعني لو درجة الحرارة زادت من 0 ل 100 في ثانيتين أكيد هيدي ألارم، لكن لو زادت من 0 ل 100 في ساعة مثلا ممكن ما يديش ألارم. وطبعا 100 درجة ديت يعني دي مشكلة كبيرة، دي درجة غليان المية، لكن هو ممكن ما يديش ألارم، بالتالي النوع دوت مش أكيوريت أوي. عشان كده بنحط جواه ثريشولد معين مهما كان الوقت طالما وصل للدرجة ديت يدي ألارم، يعني أكن الريت أوف رايز اتحول لفيكسد هيت.
استخدم الهيت ديتكتور فين؟ بستخدمه في البويلر روم، بستخدمه كمان في الجراجات، لان اكيد مش كل العربيات الشكمان بتاعها تمام ومش بيطلع دخان. لا، اكيد في عربيات الشكمان بتاعها بيطلع دخان، وما ينفعش احط سموك ديتكتور، احط هيت ديتكتور، لان السموك اللي طالع من الشكمان دوت هو مش مشكله، فلو حطيت سموك ديتكتور هيدي الارم. في نظريه بنعتمد عليها واحنا بنوزع الديتكتور، قال لك عشان تعمل ديتكت الحاجه لازم ما تبقاش نورمال فينومينا في المكان، يعني ما ينفعش اعمل ديتكت للسموك داخل سموكينج روم، اكيد هيشتغل ودوت مش حريق. ما ينفعش احط سموك ديتكتور في مطبخ، لان المطبخ بيبقى كله بخار، فاكيد هو هيشتغل بس دوت مش حريق. فكل الحاجات ديت هتبقى فولت الارم، وانا عايزه يشتغل في حاله الحريق بس. النوع الثالث من انواع الاوتوماتيك ديتكتور هو مالتي ديتكتور او الكومبايند ديتكتور. النوع ده بيحس بالسموك والهيت مع بعض، في اماكن صعب نفصل السموك عن الهيت، فبضطر ان انا احط المالتي ديتكتور. طبعا النوع دوت اغلى من الانواع اللي فاتت، والنوع دوت سهل على المصمم او الديزاينر عمليه التصميم، لكن الاماكن اللي هي صرف فيها هيت بس بحط هيت ديتكتور، ما بحطش كومباين. الاماكن اللي فيها سموك وفيها هيت بحط الكومباين. الثلاث انواع دول بيعتمدوا ان السموك وصل الديتكتور او الهواء السخن وصل له، وده في حاله ان الاير تشينج طبيعي. رابع نوع من انواع الاوتوماتيك ديتكتور هو الاير سامبلنج ديتكتور، والنوع ده واصل منه نوعين، الضغط سموك ديتكتور، ومن اسمه كده انا بستخدمه مع نظام الاتش باك. وزي ما احنا عارفين ان في نظام الاتش باك بيبقى عندي فتحتين، عندي فتحه بتسبلاي الهواء السائح وفتحه بتريتيرن الهواء السخن، بالتالي لو في اي سموك في المكان هيرجع في الريتيرن، فانا عاوز اصطاده في الحته دي بقى، يبقى هحط الديتكتور دوت في دكت التكييف اللي هي الحته دي كده. النوع ده طبعا غالي عن الطبيعي لانه بيشتغل في اير تشينج عالي، وبيعتمد على السامبلنج، يعني بعرض الديتكت لسامبل من الهواء، الماسوره دي كده بيخش لها سامبل من الهواء مش الهواء كله. النوع الثاني في الاير سامبلنج هو هاي سينستر سموك ديتكتور HSSD. النوع دوت بيستخدم في المستشفيات، في غرف الـ MRI وغرف العلاج بالأشعة وغرف الأشعة بشكل عام، لو حطيت ديتكتور في كمية الأشعة دي هيبوظ أكيد، عشان كده بستخدم الـ HSSD، وهو الفيرجن الأحدث من الدكت سموك، بس أغلى بكتير طبعا، وواضح من اسمه إن هو بيحمي من السموك، بس بيحس بأقل نسبة سموك في المكان، يعني لو جبت عود كبريت وولعته وطفيته بسرعة، شوية السموك الصغيرين اللي هيطلعوا منه دول هيحس بيهم. السيستم عبارة عن ايه؟ عبارة عن بانل بيتوصل عليها مجموعة من التيوب في الروم اللي عندي، وكل تيوب خارج منها هول، الفتحة دي بتاخد سامبل من الهواء وبتحللها وتقول في سموك ولا مفيش، ولو في سموك هتشغل الانابيب بتاعت الفاير فايتنج وهتبدأ تطفي المكان. جوه البانل دي عندي برمجة معينة بحيث ان هو بيحس بأقل نسبة سموك، وطبعا النوع ده بستخدمه في الاماكن الكريتيكال قوي زي ما قلنا، زي مراكز الاشعه وزي الداتا سنتر، لان هي من الاماكن الحساسه جدا اللي ما اقدرش اغامر بيها. كمان لو عندي مخزن في شركه ادويه جواه فليمبل ماتيريال وكيميكالز، وما ينفعش اسيب احتمال صغير ان يحصل حريق، فبستخدم النوع ده. النوع اللي بعد كده هو بروجكتد بيم ديتكتور، زي ما قلنا في السموك ديتكتور اللي هو النوع الفوتو الكتريك، كان عندي لايت سورس وكان عندي فوتو سيل. في البروجكتد بيم فصل اللايت سورس عن الفوتو سيل، بقى كل واحد في جهاز لوحده وبيربط بينهم عن طريق البانل ديت وكابلات. فكرة عمل النوع دوت ايه؟ بحط الترانسميتر على حيطة واحط الريسيفر على الحيطة اللي قصادها، والترانسميتر بيبعت لايت، الريسيفر يستقبله، لو استقبله يبقى الدنيا كلير وتمام، لو ما استقبلهوش يبقى اكيد في عائق في النص، يبقى اكيد في فاير، بالتالي هيدي الارم. والنوع ده بستخدمه في حاله الارتفاعات العاليه جدا، زي مثلا مدخل مول، زي مخزن بتاع بضاعه بيكون الارتفاع عندي عالي جدا، ما اقدرش ان انا احط فوق هنا هيت ديتكتور وسموك ديتكتور، بالتالي بستخدم النوع اللي هو البروجكتد بيم. عندي هنا الترانسميتر وعندي الريسيفر، الترانسميتر يبعت لايت، الريسيفر يستقبله، يبقى الدنيا كليرو تمام، لو ما استقبلوش يبقى اكيد في عائق في النص، يبقى في حريق فيبعت الارم. عملوا نوع جديد من البروجكتد بيم وسموه الترانسيفر، وهنا حطوا الترانسميتر والريسيفر في نفس البادي او نفس الجهاز، وحطوا على الحيطه اللي قصاده مرايه، الترانسميتر يبعت اللايت يجي على المرايه ينعكس ويرجع على الريسيفر يستقبله، لو الريسيفر استقبله يبقى الدنيا كلير وتمام، لو ما استقبله يبقى اكيد في عائق، يبقى في حريق. وده شكله في الحقيقه، دوت الترانسيفر ودي الميرور، وعشان هنا حطوا الترانسميتر والريسيفر في نفس الجهاز
فأكيد المسافة ما بين الجهاز دوت والميرور هتبقى أقل من النوع اللي فات اللي هو ده. النوع اللي بعد كده linear heat detector، عبارة عن كابل مقاومته بتتغير مع تغير درجة الحرارة، وبيكون متوصل على بانل. البانل دي شغالة كأفوميتر بتقيس مقاومة الكابل دوت، وتعرف هو وصل لدرجة حرارة كام، وتقول دوت حريق ولا مش حريق، ولو حريق بتدي ألارم. الابليكيشن اللي بستخدم فيها النوع دوت زي الانفاق، هنلاقيه في كابل ماشي على طول النفق ومتوصل بلوحة في الاخر. ممكن استخدمه في حالة التنكات بتاعة الاويل والجاز، هنلاقي حاطط الكابل على طول التانك متوصل باللوحة برضه. ممكن استخدمه في مخازن البضاعة برضه، هنلاقي حاطط كابل احمر اهو على طول المخزن. ممكن استخدمه مع الترانسفورمر، هنلاقي حاطط كابل بيغطي الاريا كلها بتاعة الترانسفورمر. كده احنا اتكلمنا على الاوتوماتيك ديتكتور. نيجي نخش بقى على تاني حاجة من انواع الانبوت، وهي المانيوال ستيشن. المانوال ستيشن في منها كذا نوع. اول نوع اللي هو سنجل اكشن، دوت انت بتدوس دوسه تبعت سيجنال للوحه ان في حريق. النوع الثاني الدبل اكشن، بترفع الغطا دوت وتدوس على زرار فتبعت سيجنال للوحه ان في حريق. ممكن استخدم اي نوع من الاثنين عادي، بس يفضل النوع دوت في الاماكن اللي فيها اطفال، عشان لو استخدمت النوع دوت ممكن اي طفل يدوس على الزرار فيبعت سيجنال للوحه، بس طبعا دوت فولت الارم او فولت سيجنال. حد ممكن يقول لي ليه بستخدم حاجة مانيوال وانا عندي حاجة اوتوماتيك بتحس بكل حاجة؟ اقول لك مهما كان النظام اللي عندي اوتوماتيك وانتليجنت وادفانسد وكل حاجة، بس برضه بيكون في نسبة ايرور نتيجة مثلا ان البانل هنجت او السنسور هنج او اي حاجة ممكن تحصل. عشان كده لا غنى عن المانيوال ستيشن، عشان لو حد شاف حريق بعينه يدوس عليه فيبعت سيجنال للوحة ان في حريق. المانيوال ستيشن عشان هو مانيوال فلازم يكون في مستوى الايد، عشان كده يفضل ان هو يكون على ارتفاع ما بين 1.1 الى 1.37 متر بالمنظر ده كده. وكمان يفضل ان هو ما يبعدش عن الابواب باكتر من 1.5 متر. نيجي دلوقتي نتكلم على الاوب او النوتيفيكيشن ديفايسز. عندي منها اوديو وفيجوال، حاجه سمعيه وحاجه مرئيه، وكمان في منها السيلينج والوول، في منها بيركب على السقف وفي منها بيركب على الحائط. زي ايه؟ زي السرينه، زي الاستروب، زي البيل. وعندي حاجه كومبايند فيها صوت وفيها ضوء. ممكن كمان استخدم سبيكر عشان لو عاوز اذيع رساله اخلاء وقت الحريق فلازم استخدم سبيكر. ممكن استخدم سبيكر يكون فيها فلاشر في النص تدي رساله اخلاء وفي نفس الوقت بتطلع ضوء. نيجي دلوقتي نشوف ايه هي انواع المودجولز اللي عندنا. المودجولز زي ما قلنا في منها المونيتور مودجول وفي منها كنترول مودجول، بيكون حاجه بالشكل ده. المونيتور مديول عاوز اخد الستيتس من الحاجة اللي لوحة الفاير ما تقدرش تقراها، فبستخدم المونيتور مديول. زي ايه؟ زي الفاير فايتنج فالف. انا عاوز اخد الستيتس من الفالف دوت، عاوز اعرف الفالف دوت فتح وقت الحريق ولا ما فتحش، وفتح في انهي دور بالظبط، وفي انهي زونه في انهي دور بالظبط، وهل لما فتح كان في ميه مشيت ولا التانك كان فاضي ومفيش ميه اصلا. فانا عاوز اراقب السيستم دوت. الكنترول مديول دوت بيعمل كنترول على الحاجة اللي لوحة الفاير ما تقدرش تقراها. زي ايه؟ زي الاليفيتور، لان وقت الحريق انا بفصل لوحات النورمال كلها، فمحتاج احط شنطة تريب على اللوحات دي عشان اقفلها وقت الحريق. يبقى المونيتور مديول والكنترول مديول الاتنين عبارة عن ريلي، بس المونيتور مديول بياخد ستيتس بس يعرف اون ولا اوف، لكن الكنترول مديول بيبعت اشارة كنترول عشان يفصل او يشغل حاجه. وبكده نكون اتكلمنا على الانبوت ديفايسز وعلى الاوتبوت ديفايسز. نخش على الكنترول. زي ما قلنا ان الكنترول هو الفاير الارم كنترول بانل، بتكون عباره عن لوحه بالمنظر ده. نشوف بقى اللوحه دي بتتكون من ايه. اول حاجه الديتكشن سيركت، ودي اللي بيتوصل عليها الانبوت ديفايسز. النوتيفيكيشن سيركت، ودي اللي بيتوصل عليها الاوتبوت ديفايسز. الكوميونيكيشن سيركت، لو انا عندي مشروع كبير بستخدم فيه اكتر من لوحه فبربطهم ببعض عن طريق الكوميونيكيشن سيركت دي. في طبعا بقى عندي رام ومايكرو بروسيسور عشان ياخد الداتا اللي جايه له من الانبوت ديفايسز ويحللها ويقول في فاير ولا ما فيش. وطبعا الانكلوجر اللي هو الجسم بتاع البانل، وفي باور سبلاي. اللوحه ديت انا بديها كهرباء 220
وهي بتحولها للفولت اللي هي شغالة عليه، سواء بقى 24 فولت أو 12 فولت دي سي، وتبدأ تغذي السيستم بالكامل. وفي انترفيس سكرين اللي هي اللي فوق دي، وكنترول بوتونز وبازر وهكذا. اللوحة دي بيكون جواها بيلت ان باتري، تقدر تشغل النظام بالكامل لمدة 24 ساعة لو الكهرباء اتقطعت، بس ده في حالة ان مفيش حريق. لكن في حالة ان في حريق تقدر تشغل السيستم لمدة نص ساعة، ودلوقتي قلل المدة بقت ربع ساعة بس كمان. وزي ما قلنا في الاول ان انا بربط ما بين الكنترول والانبوت والاوتبوت عن طريق الكيبل، فنيجي نشوف الكيبل عبارة عن ايه. الكابل بتاعنا بيفضل ان هو يكون لونه احمر عشان يبقى معروف ان الكابل دوت بتاع الفاير الارم. الكور سايز بتاعه بيكون ما بين 1 ملي الى 2.5 ملي، ولا اقل من كده ولا اكتر من كده، وهنعرف ليه قدام. الكابل ده عبارة عن فردتين بالمنظر ده، وطبعا بيكون الكابل شيلدد، في طبقة شيلد محطوطة عليه عشان تحميه من اي الكترومagnetic interference حواليه، زي كابلات الكهرباء، زي موجات الموبايل وهكذا. والكابل طبعا دوت لازم يبقى فاير ريتد كيبل، عشان زي ما قلنا ان البانل بتقدر تشغل السيستم لمدة نص ساعة في حالة وجود حريق، فلازم الكابلات واي كومبوننت في السيستم تستحمل الحريق لمدة النص ساعة دي. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الكونكشن بتاع الفاير الارم سيستم. شكرا.